بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم على بركة الله في المحاضرة رقم 3 في مادة الديناميكا الحرارية. المحاضرة الثالثة هناخد بعض الأمثلة المهمة اللي هي علاقة الضغط مع الحجم، فهنشوفه لما تكون العلاقة بوليتروبيك، لما يكون منحنى والانتقال من نقطة واحد إلى نقطة اثنين وحساب الشغل المنجز، أو لما تكون العلاقة خطية يعني خط مستقيم نشوفه كيف علاقة الضغط مع الحجم، يعني كيفية إيجاد المعادلة الخاصة بعلاقة الضغط كدالة في الحجم في النظام الخطي، وحناخده أكثر من عملية في مسار علاقة الضغط والحجم، مثلا تمدد، انكماش، حجم ثابت إلى آخره، في أمثلة مهمة وتفيد الطالب. بعدها حناخده موضوع جديد وهو المواد النقية وسلوكها وعلاقة الضغط مع درجة الحرارة، وأيضا علاقة الضغط مع الحجم، وتغير حالات المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة إلى الغازية. فحنشوف التغير هذا على المخططات البيانية الخاصة بتغير الطور من حالة إلى حالة أخرى. فمثلا عند إعطاء طاقة حرارية إلى الماء، الماء مثلا يتواجد في الحالة الصلبة في شكل ثلج، لما نعطوه طاقة حرارية ينتقل من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. إذا استمرينا في إعطاء حرارة يبدأ يوصل لنقطة الغليان، وبعدها يبدأ في الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية. فالمسار هذا الانتقال من أو الانصهار مثلا من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى انصهار، الانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية يسمى تبخير. لو في عندنا مادة معينة الانتقال فيها من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية تسمى التسامي sublimation. في بعض الحالات بعض المواد ما تتحولش إلى الطور السائل، يعني من الصلب على طول تتحول إلى مواد غازية، موجودة أيضا في بعض الأمثلة زي بعض المعطرات اللي تكون في شكل كرات يعني صلبة ولكن تعطي في ريحة. هنا يتم عملية الانتقال من الطور الصلب إلى الطور الغازي وتسمى العملية تسامي sublimation. طبعا في المحاضرة رقم 5 إن شاء الله اخترت لكم مجموعة من الأمثلة المفيدة اللي حتفيد الطالب، وحنتبع معنا خطوة خطوة كل مثال بالشرح المفصل، ولو في أي ملاحظة بالإمكان أن يسجلها الطالب ويبعثها عليه الجوجل كلاس روم. ناخذ أول مثال. طبعا أول مثال عندنا 1 فورت يعني ربع كيلوغرام يعني 250 جرام من غاز موضوعة في نظام اسطوانة ومكبس يخضع لعملية ضغطها ثابت قيمتها 5 بار، بداية من الحجم النوعي مقداره 0.2 متر مكعب على الكيلوغرام. طبعا بالنسبة لنظام الغاز عندنا في شغل منجز مقداره ناقص 15 كيلو جول. طبعا إشارات الشغل خدناها من الشرح في المحاضرات السابقة، شن تعني الشغل لما يكون موجب ولما يكون سالب. إذا كان الشغل موجب إذا النظام سلط شغل على المحيط يعني كأنه مثلا تمدد، وإذا كان الشغل سالب معناها المحيط surrounding سلط شغل على النظام يعني عملية compression ضغط. هنا determine احسب the final volume الحجم النهائي للغاز، يعني هنا طالب مننا حساب الحجم النهائي للغاز. لو تلاحظوا هنا عندنا عملية علاقة، ترسم العلاقة بين الشغل
بين عفوا بين الضغط وبين الحجم. العملية تمت عن ضغط ثابت، لو تلاحظوا الانتقال من نقطة واحد إلى نقطة اثنين عن ضغط ثابت، يعني يطلع فوق لنزل لوتر، مشينا أفقي معناها الضغط ثابت، لكن الحجم اتغير أو تناقص من الحالة الأولى، هذا حجمها معلوم عندنا، تناقص إلى الحالة الثانية اللي مطلوب حساب الحجم عندها. طبعا المعطيات عندنا اللي هو عطينا الحجم النوعي شن قيمته، وعطينا شغل، وعطينا قيمة الضغط، وعطينا كتلة الغاز. طبعا طالما الضغط ثابت نطبقوا القانون اللي عندنا اللي هو من تعريف الشغل، قلنا قوة في مسافة تعريف الأول، وشفنا كيف تغير أو حورناه إلى الصورة هذه، واللي هو W تساوي طالما الضغط ثابت إذن خارج التكامل، ونكامله عادي اللي هو مشتقة الحجم من الحجم الأول إلى الحجم الثاني، وتساوي الضغط اللي قيمته ثابتة ومعلومة في فرق الحجم. تمام، هنا عندي الحجم النوعي، الحجم النوعي واللي هو عبارة عن 0.2 متر مكعب على كيلو جرام، أي أن الـ V الحجم لو أخذنا الحجم النوعي مضروب في الكتلة حيعطيني الحجم بالمتر مكعب، هتختصر متر كيلوغرام على كيلوغرام. إذا جينا للنقطة أو حجم الأول هو عبارة عن كتلة الغاز في الحجم النوعي، كتلة الغاز كيلوغرام هتختصر مع الكيلوغرام وحيتبعد حجم بالمتر مكعب. كل المعطيات عندنا، هذا طبعا ناقص 15 كيلو جول نحولها لجول اللي هو شغل، الضغط 5 بار نحولها إلى نيوتن على المتر تربيع أو باسكال نضربها في 10^5، حيقعد عندنا وهذه طبعا ربع كيلو جرام 0.25 كيلو جرام، والحجم النوعي اللي هو 0.2، إذا المجهولة عندنا V2. فترتيب حدود زي توا، إذا هذا الشغل وهذا الضغط وهذه كتلة الغاز وهذا الحجم النوعي للغاز، نعوض تعويض مباشر أعطاني الحجم 0.02 متر مكعب. نأخذ المثال الثاني، المثال الثاني نشوف صيغة المثال، عندنا غاز، عندنا غاز معين تم ضغطه من حجم أولي V1 مقداره 0.3 متر مكعب، وضغط أولي مقداره 1 بار إلى حجم نهائي مقداره 0.1 متر مكعب، وضغط B2 مقداره 3 بار، أي تم انخفاض الضغط من 0.3 إلى 0.1 عملية ضغط، والضغط زاد من 1 إلى 3 يعني نقص الحجم وزاد الضغط. طبعا العلاقة البريشر فوليوم، طبعا علاقة الحجم والضغط والحجم، علاقة الضغط والحجم علاقة خطية لينياري خلال العملية. لو نلاحظوا هنا قلنا علاقة خطية، ارسمنا العلاقة بين الضغط وبين الحجم، والعملية كانت عبارة عن انخفاض في الحجم، الحجم الأولي كان 0.3، هذه قيمته 0.3، تم ضغطه إلى حجم نهائي قيمته 0.1، والضغط كان في الحالة الأولى 1 بار، فعندما تم ضغط الحجم زاد الضغط إلى 3 بار. المطلوب أوجد find the work، أوجد الحجم الشغل، أوجد الشغل. طبعا هنا في إيجاد الشغل أول شيء نرسم العلاقة الخطية في عملية الانضغاط هذه اللي تمت، وقيمة الشغل المطلوب دائما المساحة تحت المنحنى لو كان منحنى، أو تحت الخط المستقيم لما تكون العلاقة خطية وخط مستقيم، يعني هذا الخطوط هذه اللي تحت الخط العلاقة أو العملية اللي من 1 إلى 2، المساحة هذه كلها اللي تحتها تساوي مقدار الشغل. بها تمام، الشغل طبعا حنعوضه تعويض مباشر ان البي في دي في، بس هنا يحدد لي ان العلاقة تحكمها علاقة خط مستقيم، اذا لازم نكتبه معادلة الخط المستقيم، ومعادلة الخط المستقيم فها اللي هو عندنا الميل
هذه معادلة الخط المستقيم الواي بلس ام اكس تساوي سي. به نجو هنا حنطلعوا الميل. الميل ميل الخط المستقيم هي ام هو عبارة عن دلتا واي على دلتا اكس، يعني الفرق في محور واي اللي هو فرق الضغط على دلتا اكس. طبعا الضغط عبارة عن الكبير ناقص الصغير على البوينت 3 ناقص البوينت 1. إذن الميل حيساوي عبارة عن 10. هنا طلعت قيمة 10 لو تلاحظها في معادلة الخط المستقيم لإيجاد علاقة أو قانون الضغط باش نعوضه به في معادلة الشغل. إذن هنا نقدر نكتب أي معادلة. عندي المعادلة واي اللي هي لو عوضنا بالظروف الأولى قيمتها الضغط 1 بار زايد الميل 10 في اكس تساوي، هنا حتكون اكس 1 حتساوي سي، او نقولوا 3 زايد 10 في اكس 2 تساوي سي. يعني سواء عوضنا في المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية تعطيني نفس قيمة السي واللي هي سي تساوي 4. هنا لاحظوا معاي، هنا عندنا المعادلة لو حولنا هذا قيمة الام اكس يعني ام في، لأن محور اكس هو في الحجم، وهذه قيمة الواي اللي هي محور واي اللي هو الضغط. إذن هنا لو قلنا واي زايد 10 اكس يعني هذه حولناها الطرف الثاني حتساوي سي اللي قيمتها 4 طلعناها. اذا ترتيب حدود نبو هنا قيمه البي باش بنعوض عليها بقيمتها هنا. اذا البي حتساوي 4 اللي هي هذه السي قيمه سي عرفنا كيف جبناها من الشرح ناقص 10 في، طبعا هذه العشرة هي قيمه الام. تمام، لما نعوضوا فيها هنا ونكملوا من الحالة الأولى للحالة الثانية المعادلة هذه، هنا طبعا التحويلة من بار إلى باسكال، وهنا التحويلة من باسكال إلى كيلو جول. طبعا تعويض مباشر، طبعا مضروبة في الدي في، إذا الأربعة مضروبة في الدي في لما نكملها حتولي 4 في، الناقص تنزل. هنا عندي 10 ثابت تولي هذه في تربيع الاثنين اللي هي 10 على 2، وهذه حدود التكامل من بوينت 3 الى بوينت 1. وهذه طبعا لو اختصرنا ال 10 اس 3 مع ال 10 اس 5 حتولي 100. اذا تعويض مباشر بالحدود التكامل زي توا، كان في 2 ناقص في 1، وهنا في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع. إذا قيمة الشغل المطلوب لإنجاز هذه العملية كانت قيمتها ناقص 40 كيلو جول، وعارفين زي ما قلنا شو معناها الشغل بالناقص، يعني أن في المحيط سلط شغل على النظام. وهذه كاتبها لكم هنا ملاحظة أن the negative sign الإشارة السالبة for work denotes energy يعني تبين أو مؤشر إلى الطاقة أو انتقال الطاقة إلى النظام، يعني أنت لما تضغط كأنك انقلت طاقة إلى السيستم عندك اللي هو الغاز. نأخذ مثال آخر، والمثال نشوف صيغته. عندنا غاز يتمدد من حالة أولية وعطينا الضغط 500 كيلو باسكال والحجم عطينا 0.1 متر مكعب إلى حالة نهائية ضغطها 100 كيلو باسكال وما عطانيش الحجم، إذا لازم نوجد الحجم هنا. العلاقة بين الضغط والحجم خلال العملية تحكمها العلاقة هذه أن PV تساوي constant. المطلوب طبعا سكتش ارسم العملية على PV diagram واحسب قيمة الشغل بوحدات الكيلو جول. إذا العلاقة أن PV تساوي constant علاقة زي توا اللي هي حتكون منحنى
علاقة منحنى. طبعا القانون إيجاد الشغل اللي هو القانون هذا البي دي في، وعطيني هنا ان البي في تساوي كونستانت، إذن البي حتساوي كونستانت سي على في. ها هي نعوض بها ان كونستانت على في. إذن لما نكمل شن حتعطيني؟ حتعطيني السي حيطلع برا التكامل، حيقعد هنا سي مضروبة في لين دي في على في. إذن هذه الدالة ومشتقتها في البسط ناخذ لين الدالة لحدود تكامل من في 1 إلى في 2. إذن نعوض بها حتكون لين في 2 ناقص لين في 1. خاصية الطرح في اللين اللي هي ناخذوا لين عم مشترك ونقسموهم على بعضهم. السي هنا، السي هنا طبعا عندي اللي هي حتكون قيمتها، هذه قيمة السي حتساوي بي 1 في الفي 1 أو تعوض عليها بالبي 2 في 2 نفس الشيء. يعني أما ناخده بي 1 في 1 أو ناخده بي 2 في 2. عوضنا بقيمة البي 1 وعندنا الفي 1. طبعا الفي 2 ما عنديش، ما تخليش في المعطيات، ولكن من خلال العلاقة هذه ان P1 V1 تساوي P2 V2. المجهول عندي V2، نرتب الحدود نطلع ال V2 هيعطيني قيمة الشغل، طلع بالموجب اي ان النظام سلط شغل على المحيط. هذا علاش ان قيمة الشغل موجبة، يعني عملية تمدد. حاولوا فها، جربوا فها هنا، احنا خدينا P1 V1، حاولوا فها لو خديتوا بي 2 في 2 قداش تكون قيمة الشغل. جو ناخذوا مثال آخر، عندنا هواء يخضع لعمليتين in series، يعني على التوالي أو في شكل سلسلة، بروسس 1 2 وبروسس 2 3، يعني عملية من نقطة 1 إلى نقطة 2 وعملية من نقطة 2 إلى نقطة 3. نشوفوا المعطيات الخاصة بالعملية من نقطة 1 إلى نقطة 2. حدد لنا، قال لنا polytropic compression، يعني عملية انضغاط. طبعا لما يقول polytropic يعني عملية تخضع للعلاقة PV تساوي سي مرفوع لأس ان، ان ممكن تكون واحد او اثنين او اي قيمة. هذا اللي تلاحظوا هنا بي في أس ان تساوي سي، هذه العلاقة اللي هي بولي تروبيك اللي هي منحنى لعملية انضغاط من الحالة الاولى الى الحالة الثانية. طبعا عاطيني ان قيمة الضغط في الحالة الاولى 100 كيلو باسكال، والحجم النوعي قيمته 0.04 متر مكعب على الكيلوغرام. الى الحالة الثانية اعطاني حجمها النوعي لكن ما اعطانيش الضغط، يعني في بامكان ايجاد الضغط عند النقطة 2. بعد العملية الاولى اتبعت بعملية اخرى من النقطة 2 الى النقطة 3 اللي هي constant pressure process، يعني عملية ضغط ثابت اللي هي الانتقال من نقطة 2 الى نقطة 3. طبعا تمدد في الحجم ولكن المحافظة على الضغط ثابت. طبعا أعطانا معلومة، قال لنا أن الحجم النوعي عند النقطة 3 هو نفس الحجم النوعي عند النقطة 1، يعني وصلنا النقطة هذه اللي هي نفس الحجم النوعي الخاص بالنقطة 1. المطالب sketch the processes، يعني ارسم العمليات على شكل PV diagram واحسب قيمة الشغل لكل وحدة كتلة من الهواء بوحدات جول أو كيلو جول على كيلوغرام. إذن عندنا العملية الأولى، عندنا PV أس N، الـ N حدد لنا قيمتها 1.3، وعندنا الضغط الأولي والحجم النوعي الأولي والحجم النوعي الثاني. العملية 2 تمت عند ضغط ثابت زي ما لاحظتوا هنا، ضغط ثابت، وقال لنا أن الحجم النوعي عند النقطة 3 هو نفس الحجم النوعي عند النقطة 1. تمام، إذن عندنا القانون المتعارف عليه
ان الدبليو الشغل يساوي بي دي في. طبعا هنا ما اعطانيش حجم، اعطاني حجم نوعي، يعني حجم لوحده كتله. فهنا عندنا الحجم طالما دي في الكتله طبعا ثابته ما تتغيرش الكتله، سواء كان عمليه تمدد او انضغاط، كتله الغاز هي نفسها كتله الغاز ما تتغيرش. اذا عندنا الفي، الفي الحجم شنو يساوي؟ يساوي كتله الغاز، هذا الفي حجم يساوي كتله الغاز في الحجم النوعي، يعني هذا قيمته كيلوغرام مضروب في متر مكعب على كيلوغرام، هتتكنسل الكيلوغرام مع الكيلوغرام هتمشي مع بعضها. إذن قعد لي الوحدات، قعد لي الوحدات اللي هو متر مكعب. إذن استبدلنا ان الدي في هتساوي ام دي في سمول. هنا لكل وحدة كتلة، يعني كأن لكل واحد كيلوغرام، يعني نقدر نطلعها حتكون الشغل على ام، إذا توا الشغل على ام في تكامل بي دي في. نجول العملية من واحد إلى اثنين، طبعا استبدلنا البي بهذه القيمة اللي هي حتساوي سي على في أس 1.3، هذه هي السي على في أس 1.3، وإن كان لها حتكون بالصورة هذه. كل المعطيات عندنا اللي هي عندنا البي 2، البي 2 مجهولة فبإمكان إيجادها من العلاقة هذه، بي 1 في 1 أس 1.3 حتساوي بي 2 في 2 أس 1.3، المجهول فيهم بي 2 اطلع قيمته 246.23 كيلو باسكال. نعوض لها البي 2 والفي 2 عندنا معلومة، ناقص البي 1 معلومة من صيغة السؤال والفي 1 معلومة من البداية على 1 ناقص ان، تعويض مباشر، حولناها من كيلو باسكال إلى كيلو جول، أعطتنا القيمة اللي هي قيمة الشغل لكل وحدة كتلة من الغاز قيمتها ناقص 3.082 كيلو جول على كيلوغرام. نجو ليش قيمة الشغل لكل وحدة كتلة من النقطة 2 إلى النقطة 3، طبعا الضغط ثابت، حيقعد الضغط قيمته ثابتة، وعندي فرق اللي هو دي في اللي هي من في 3 ناقص في 2. فهنا عندنا الضغط عند النقطة 2 طلعنا قيمته، هذه قيمته مشي معنا من نقطة 2 إلى نقطة 3 الضغط ثابت، إذا هذه قيمته، قيمة الضغط. وفي 3 هي نفسها قيمتها في 1 نفس القيمة، هاي قيمتها، ناقص في 2 معلومة من المعطيات، هاي قيمة في 2، اطلع قيمة الشغل موجب 4.9246 كيلو جول على كيلوغرام. إذا قيمة الشغل لكل وحدة كتلة الكلي النهائي من 1 إلى 3، يعني كأننا خذينا مجموع واحنا مشينا من هنا نقطة 2 ومن نقطة 2 نقطة 3، يعني كأن من نقطة 1 إلى نقطة 3 دايركتلي، يعني كأنها دورة، دورة كاملة، ليحصل مجموع الشغل من نقطة 1 إلى نقطة 2 زائد من نقطة 2 إلى نقطة 3، طبعا مع مراعاة الإشارات، هذا موجب وهذا سالب. صافي الشغل كان 1.8426 كيلو جول على كيلوغرام. يعني في الحالة هذه درنا كومبريشن، انضغاط، يعني سلطنا شغل على نظام لهذا السبب ان قيمة الشغل بالناقص، وبعدين النظام سلط شغل على المحيط تمدد فكانت قيمة الشغل موجب. إذا حصل محصلة القيمة النهائية كانت الفرق بينهم. عندنا آخر مثال، 5 كيلوغرام من بخار ماء ستيم موضوع في نظام اسطوانة ومكبس يخضع لعملية تمدد من حالة أولى، وعطيني قيمة specific internal energy قداش كيلو جول على كيلوغرام، إلى حالة نهائية عطيني specific internal energy.
خلال هذه العملية كمية من الحرارة انتقلت إلى ستين وقيمتها 80 كيلو جول. هنا لو تلاحظوا عطينا قيمتها موجبة لأنها انتقلت إلى نظام. أيضا عندنا البيدل ويل اللي هي المروحة تنقل طاقة إلى ستين بواسطة شغل قيمته 18.5 كيلو جول. هنا اعتناه ناقص لأن شغل من المحيط على النظام حيكون بالناقص. لا يوجد تغير يذكر في الكاينتيك والبوتنشال انرجي للستيم. احسب الطاقة المنتقلة بواسطة الشغل من ستيم إلى المكبس خلال العملية. شو معناها الكلام هذا؟ يعني عندي شغل مسلط من المروحة هذه، والمروحة طبعا في محرك يحرك فيها، يعني من محيط إلى نظام، قيمتها ناقص 18.5، وعندي كمية من الحرارة قيمتها 80 لأنها ممتصة بواسطة النظام، وعندي تغير في specific internal energy من حالة أولى حالة ثانية، يعني في طاقة حتنتقل إلى المكبس W piston. شن قيمتها؟ هل بيصير انكماش أو بيصير تمدد؟ لو صار تمدد حتكون قيمتها موجب، ولو صار انكماش حتكون قيمتها سالب. نجون نطبق القانون العام للطاقة اللي هو التغير في الكاينتيك انرجي الطاقة الحركية زائد التغير في طاقة الوضع اللي هي بوتنشال انرجي زائد التغير في الانترنال انرجي هي الطاقة الداخلية يساوي Q minus W. طبعا الغاز ثابت ما يتحركش، إذا كاينتيك زيرو. بوتنشال هو عمود على سطح الأرض حتيجي بزيرو. إذا هنا عندي التغير في الطاقة الداخلية يساوي Q minus W. المطلوب الشغل، الشغل ترتيب حدود عبارة عن Q minus التغير. Q معلومة 80 كيلو جول يعني 80 × 10³. الدلتا U طبعا اللي هي قيمتها عبارة عن الكتلة في تغير في specific internal energy. قعدت الشغل هذا، الشغل هذا عبارة عن محصلة شغل البيدل ويل اللي هي المروحة زايد قيمة البستون هذا الشغل، وهذا المطلوب بستون. إذا الشغل الكلي هو عبارة عن الشغل المسلط بواسطة المروحة زايد الشغل اللي حينتقل إلى المكبس. طبعا هنا عوضنا استبدلنا الدبليو هذه بقيمتها هي زي هنا، وباقي حدود المعادلة زي ما هي. إذا الحد هذا بما أن معلوم وقيمته ناقص 18.5 كيلو جول حول الطرف الآخر حولي بالماينس. هذا ما درنا هنا كيو عندنا الدلتا يو قلنا كتلة الغاز أو ستيم هنا بخار الماء في التغير في الطاقة الداخلية هاي عطيني في البيدل ويل وورك عطيني قيمته تعويض مباشر طلعت القيمة مقدارها زايد 350 كيلو جول، أي أن المكبس حيتمدد. يعني هنا لو لاحظوا في صيغة السؤال أعطيني السهم يا إما للأمام أو للخلف فمش معروف، فمن خلال الإشارة حنعرفوا أن الطاقة انتقلت إلى المكبس والمكبس حيتمدد، لهذا الشغل المكبس كان موجب. عندنا حنبدأ بالمادة النقية كتعريف، حنعرفه أول شيء المادة النقية. إذا كانت المادة خواصها الكيميائية أو تركيبها الكيميائي ثابت حتسمى في الحالة هذه المادة النقية pure substance. عندنا أمثلة مثلا الماء والنيتروجين والهيليوم والكربون دايوكسيد وثاني الكربون، هذه أمثلة للمادة النقية، يعني المادة تتواجد بصورة نقية أي تركيبتها الكيميائية تقعد ثابتة. نجول لخليط من أكثر من طور، يعني مثلا نجول لخليط من الماء. عندنا هنا أول مثال الماء، الماء هذا بالإمكان أن يتواجد مثلا في الحالة السائلة وفي الحالة البخارية. هنا في الحالة هذه يسمى مادة نقية لأن لهم نفس التركيب الكيميائي، ولكن الطور مختلف، طور بخاري وطور سائل، ولكن لهم نفس التركيب الكيميائي، تسمى two phase pure substance يعني مادة نقية ولكن من طورين. ولكن الخليط مثلا بين
ماء مثال ماء في الحالة السائلة، وهواء يعتبر من ناحية الكيميائية مختلف. إذن في الحالة هذه ما نقدروش نقوله أن مادة نقية. نستمر في التعريف للجزيئات أو للمادة الصلبة تعريف، وللمادة السائلة، وللمادة الغازية. لو نلاحظوا هنا عندنا الأشكال هذه، الشكل A يمثل ترتيب الجزيئات الخاصة بالمادة الصلبة، كيف نلاحظوا فيها مرتبة في شكل منتظم ثلاثي الأبعاد، هكذا يكون الشكل البنائي للمادة الصلبة. أما المادة السائلة فحتكون نفس الشيء، الجزيئات المادة متقاربة من بعضها، ولكن في اختلاف جزئي على المادة الصلبة، أي القوة الداخلية الخاصة بترابط الجزيئات أضعف من الحالة الصلبة. في الحالة الصلبة قوة الترابط قوية بما يضمن ثبات الجزيئات في مكانها. أما في الحالة الغازية فالحركة حتكون عشوائية وفي جميع الاتجاهات، والمسافة أكبر مقارنة بالحالة السائلة أو الحالة الصلبة. هذا باختصار ترتيب الذرات في الحالات المادة الثلاثة اللي هي الصلبة والسائلة والغازية. نستمر في الشرح، في عندنا بعض التعريف. حنجو للمادة. المادة النقية حتكون في حالة، إذا تواجدت في أكثر من طور حتكون في حالة توازن، مثلا الماء وبخار الماء حتكون في حالة توازن. نجو لتعريف الكمبرسد ليكويد اند ساتوريتد ليكويد. يعني لو عندنا مثلا في الشكل هذا 3-5 عندنا مثلا ماء، والماء موضوع تحت ضغط الجوي يعني ودرجة حرارة 20 مئوي. لو بدينا نعطوا في حرارة إلى الماء هذا، الماء حتبدأ ترتفع حرارته ولكن مازال عند الحالة السائلة. طبعا ارتفاع الحرارة هذا حيقابله نوع من التمدد بحيث يستمر الضغط عندي 1 أتموسفير. طبعا لتعديل الضغط يعني هنا السائل قاعد تحت تأثير ضغط الهواء الجوي زائد ضغط المكبس، فحيتمدد الطاقة الداخلية أو الحجم النوعي لهذا الماء حيزيد بحيث يتمدد ويدفع المكبس إلى أعلى، وفي الحالة هذه نحافظه على الضغط 1 أتموسفير. إذا زادت كمية الحرارة لزمن معين حنوصله لمرحلة التبخر. يعني لو وصلنا إلى درجة حرارة 100 مئوي مازال الماء عند في الحالة السائلة، بإضافة أي كمية من الحرارة حيبدأ في عملية التغير أو تكون البخار. السائل في لحظة ما قبل التبخر يسمى الساتوريتد ليكويد، وفي الحالة هذه الأولى اللي هي قاعد تحت تأثير ضغط وعملية الطور سائل يسمى كومبرسد ليكويد. عندنا ساتوريتد فيبر والسوبر هيتد فيبر، يعني عندنا البخار المشبع والبخار اللي حرارته عالية جدا، سوبر هيتد فيبر. طبعا عندنا هنا وصف لحالات البخار كيف يتكون، لكن كل الشرح هذا هو موصوف في المخطط اللي بين درجة الحرارة والحجم. لو نلاحظوا هنا عندنا ماء عند كومبرسد ليكويد عند درجة حرارة 20، زدناه في درجة الحرارة، طبعا لاحظوا ان الحجم النوعي يزيد الى غاية ما نوصله الى 100 درجة مئوية. فعند الوصول الى درجة 100 مئوي او قريب منها 99 مثلا بوينت،
فيسمى في الحالة هذه طبعا المية قاعدة في الطور السائل تسمى الساتوريتد ليكويد، يعني الماء السائل المشبع. عندما نوصل درجة حرارة 100 ونستمر في التسخين، فهنا يبدأ الحرارة، لو تلاحظوا هنا على طول المسار هذا الحرارة قاعدة ثابتة عند 100، هنا يبدأ في تغير الطور. طالما درجة الحرارة قاعدة ثابتة، إذن بدأ هنا عندي عند 100 بداية تكون أول بخار، فيبدأ كل ما أعطينا حرارة حيبدأ يتكون بخار. لو تلاحظوا هنا عندنا هذا سائل saturated liquid وبدأ يتكون لي بخار. طبعا ما ننسوش أن الضغط 1 أتموسفير ثابت الضغط ودرجة الحرارة 100 مئوي. إذا يتكون عندي طور بخاري وطور قاعد سائل ماشي في تناقص. التوازن تبدأ في عندي حالة من التوازن بين السائل وبين البخار. نستمر في التسخين، قاعدة في المنطقة هذه من 2 إلى 4 تعتبر خليط بين البخار وبين الماء. عندما نصل إلى نصف المسافة حتبدأ عندي تساوي في الحجوم، يعني نصف المسافة هنا مثلا حيبدأ في عندي تساوي في الحجوم بين حجم البخار وحجم الماء. عندما نصل إلى النقطة 4، لما نوصل النقطة 4 هنا حتكون آخر قطرة سائلة تبخرت وصارت بخار. في الحالة هذه البخار اللي في النقطة 4 يسمى saturated vapor، بخار مشبع. علاش سميناه بخار مشبع؟ أي فقد بسيط للحرارة حيبدأ يتكتف عكس، حتبدأ تكون أول قطرة من السائل. إذن عرفنا البخار المشبع وهو البخار اللي لو فقد جزء بسيط من الحرارة حيبدأ في عملية التكتف. لو زدنا الحرارة حترتفع. هنا في المسار هذا من 4 إلى 5، طبعا ما ننسوش أن الضغط قاعد ثابت، أو هنا الضغط قاعد ثابت، هنا الطور السائل بالكامل تحول إلى بخار. المسار هذا سموه هنا السوبر هيتد فيبر. شو معناها السوبر هيتد فيبر؟ يعني البخار اللي حرارته مرتفعة، أي فقد للحرارة مش حيتكتف، يعني حيقعد في الطور البخاري. يعني لو كانت الحرارة مثلا هنا نقول 250، لو نزلت حتى لل 200 البخار قاعد في نفس الطور اللي هو البخاري. هذا يسمى السوبر هيتد، يعني طالما ما فيش تغير في الطور يسمى السوبر هيتد فيبر. ما زال مستمرين في عمليات التعريف، وحناخدو الساتوريشن تمبرتشر والساتوريشن بريشر، يعني درجة حرارة التشبع والضغط التشبع. لو نلاحظوا في عملية التبخير عند إضافة حرارة إلى مادة سائلة، ونفرض أن الماء، عملية التبخير تعتمد على درجة الحرارة والضغط. يعني لو مثلا وصلنا إلى درجة ثبتنا الضغط، لو ثبتنا الضغط عند 1 أتموسفير، درجة الحرارة يعني لو ثبتنا الضغط عند 1 أتموسفير، هذا 1 أتموسفير، إذن درجة الحرارة حتكون 100 مئوي. درجة الحرارة حتكون اللي حيبدأ عندها تغير الطور 100 مئوي. إذن عند ضغط ثابت درجة الحرارة اللي يبدأ عندها تغير في الطور تسمى درجة حرارة التشبع اللي هي saturation temperature. والعكس صحيح، إذا ثبتنا درجة الحرارة الضغط اللي يبدأ عند عملية التغير في الطور يسمى الضغط المشبع، يسمى الضغط المشبع. تمام. كمية الحرارة المعطاة لأي مادة، مثلا عندنا احنا هنا الماء يتواجد في الحالة السائلة من 0 إلى عند 100 مئوي. عند 0 هنا عندنا الضغط التشبع اللي هو 0.61، أقل من الضغط هذا يبدأ عندي عملية التجمد، إذن الماء حيتواجد في الحالة الصلبة. تمام.
درجة الحرارة أو كمية الحرارة المعطاة للمادة الصلبة بحيث تنصهر وتتحول إلى سائلة تسمى latent heat of fusion. latent heat of fusion يعني الحرارة الكاملة للانصهار. وكمية الحرارة اللي معطاة للسائل بحيث يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية يسمى latent heat of vaporization، الحرارة الكاملة للتبخير. والعكس صحيح، عندي بخار لو فقد الحرارة الكاملة للتبخير حيتحول إلى سائل. نفس الشيء السائل عندما يفقد الحرارة الكاملة للانصهار latent heat of fusion حيتحول إلى صلب. إن شاء الله تكون واضحة. إذن درجة حرارة الغليان أو التشبع تعتمد على الضغط، إذن ليهم علاقة ببعض. والدليل هذا لو رفعنا درجة حرارة الماء إلى 100 مئوي وسلطنا ضغط، الماء مش حيغلي عند درجة حرارة 100، حيحتاج إلى حرارة أكثر. والعكس صحيح، لو رفعنا أو درنا عملية خلخلة للضغط، إذن نقطة الغليان مش حتكون 100، حتكون أقل من 100 درجة مئوية. نشوف في الشريحة هذه وحنشوفوا اللي هي خاصية عملية تغير الطور للمادة. طبعا الشكل هذا الثلاثي الأبعاد يعطيني اللي هي خواص المادة النقية، يعني العلاقة بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة. لو النظام هذا نشوفه له من الاتجاه هذا، حنشوفه المحور واي اللي هو الضغط ومحور اكس اللي هو الحجم. اذا ضغط وحجم، اذا هنا حنبدا نشوفه لخواص الماده من ناحيه تغير الضغط مع تغير الحجم. وطلعتوا هنا عندنا اللي هي النقطه الحرجه كريتيكال بوينت. لو نلاحظ المنطقة هذه اللي هي عندنا منطقة خليط اللي هو الليكويد وفيبر، وهنا عندنا اللي هو التريبل لاين، هذا الخط الثلاثي اللي هو هذا. شوفوا فيه لما نشوفه من هنا حنشوفوه خط هذا تريبل لاين. لكن لو شفنا للشكل هذا من الزاوية هذه، يعني حنشوفه في محور اكس التمبرتشر وحنشوفه في محور واي البريشر، الخط هذا لما نشوفه من هنا حيبان نقطة، نقطة واحدة هكذا. لو شفنا له من هنا حيبان خط، ولو شفنا له من اتجاه هذا حيبان نقطة. إذا هذه العلاقة بين التمبرتشر والبرشر لحالات المادة. هنا المادة تتواجد في حالة حالة صلبة، وهنا تتواجد في الحالة السائلة، وهنا تتواجد في الحالة البخارية. طبعا عندما تنتقل من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تسمى عملية انصهار فيوجن، والانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية تسمى فابوريزيشن تبخير. والعكس لو انتقلنا من البخار إلى الحالة الصلبة تسمى كوندنسيشن تكثيف، وإذا انتقلنا من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تسمى فريزنج تجمد. عندنا الكريتيكال بوينت النقطة الحرجة، طبعا النقطة الحرجة تعريفها تلقوه هنا ديفايند، اللي هي الحالة السائلة المشبعة، يعني النقطة اللي تواجد فيها المادة في حالة سائلة أو حالة بخارية في حالة اتزان. يعني عند النقطة هذه المادة حتكون متواجدة بطورين، حالة بخارية في حالة تشبع وحالة سائلة في حالة تشبع، والطورين الطورين أو التو فيسز في حالة اتزان. نستمر في الشرح العلاقات الضغط والحجم ودرجة الحرارة للمادة النقية. لو اخدينا نظام، عندنا نظام اسطوانة ومكبس، وعندنا فيه ماء مثلا مادة نقية ماء، وعند درجة حرارة 150 وسلطنا عليها ضغط نتيجة أوزان. طبعا في الحالة هذه درنا أوزان بحيث نضمن عدم بداية عملية التبخر، فبمجرد
ما نرفع الأوزان هذه واحد بعد الآخر، حيبدأ يصير نوع من التمدد، يعني الحجم يزيد. طبعا درجة الحرارة حتستمر في الصعود إلى غاية، يعني انتبتوا عند ضغط معين إلى غاية ما نبدو في عملية، يعني يرفعنا الأوزان بيزيد الحجم وقاعدين مستمرين في إعطاء الحرارة إلى غاية ما يبدأ يتكون عندي بخار. عندما يتكون عندي البخار نوقف عملية إزالة الأوزان. لو نلاحظوا هنا ثبتنا، يعني لما وقفنا عملية إزالة الأوزان يعني ثبتنا الضغط في البداية. لو نلاحظوا هنا عند ضغط ثابت الحرارة تزيد تزيد تزيد، عندما نوصل النقطة هنا يبدأ عندي عملية التكتيف أيضا، حتى الحجم يزيد، يعني الضغط يزيد والحجم درجة الحرارة تزيد والحجم يزيد إلى غاية ما نوصله لبداية نقطة الغليان. حتبدأ عندي هنا درجة الحرارة ثابتة عند الغليان ولكن الحجم يزيد إلى غاية ما نوصله إلى النقطة هذه. هنا نضمن في الحالة أن كل الماء تم تبخيره. بعدها نبدأ في عملية اللي هو الطور الخاص بالسوبر هيتد أو منطقة السوبر هيتد اللي شرحناها سابقا. نفس الشيء لو أخذنا العلاقة بين الضغط وبين الحجم، لو تلاحظوا أن الضغط انقص الضغط لأن رفعنا الأوزان، فطبعا لما ينقص الضغط اسمحنا للليكويد أنه يتمدد وبالتالي وصل لدرجة حرارة التشبع وبدأ في عملية تكون البخار. لو لاحظوا هنا ثبت عندنا الضغط، اذا بدت عمليه، طبعا عند درجه حراره ثابته دي عمليه تكون البخار اللي قلنا عليها، هذه منطقه التوازن بين البخار وبين السائل. الى غايه ما نوصل الى المنطقه هذه هنا نضمن ان كل الماء تحول الى بخار، وبعد الخط هذا حتبدا عمليه البخار السوبر هيتد. نستمر في شرح بعض الخواص إلى غاية ما نوصل إلى التطبيقات والأمثلة، وإن شاء الله حتلاحظها بسيطة مش صعبة. عندنا خاصية أخرى اللي هي خاصة بالطاقة اللي هي عملية الإنثالبي. هذا المصطلح الخاص بالإنثالبي، وحداته عندنا بالكيلو جول، والكيلو جول يساوي كيلو باسكال في المتر المكعب، وعند الإنثالبي يساوي التغير في أو الطاقة الداخلية زائد البي في، وحنشوف تطبيقاتها واستخداماتها في المحاضرات اللاحقة. أيضا عندنا بعض التعريف. هنا عندنا الـ VF اللي هي تشير إلى الحجم النوعي للـ Saturated Liquid. هنا F اللي هي رمز للفلود، والـ G هنا الحجم النوعي للبخار المشبع. الـ G هنا تشير إلى الغاز أو الطور البخاري. لو لقيناها الـ VFG معناها الديفرنس بين الغاز والفلود، يعني الـ VF هي تساوي V gas minus VF. هذا طبعا specific volume اللي هو الحجم لكل كتلة، وحدة كتلة. عندنا الـ saturated liquid وعندنا الـ saturated gas. لو تلاحظوا الفرق إن في حالة البخارية السبيسيفيك فوليوم اعلى من الحاله السائله. طبعا هذه درجه حراره معينه، وهذا اللي هو الضغط المشبع. طبعا عندنا ال HFG اللي هي تسمى الانثالبي او فابوريزيشن، يعني انثالبي التبخير، او اللاتنت هيت او فابوريزيشن، او اللاتنت هيت او فابوريزيشن اللي هي الحراره الكامنه للتبخير أو تغير الطور. المحاضرة التالية هي المحاضرة الرابعة، فحنستكمل خواص المواد النقية وحنشوف كيفية استخدام بعض الجداول الخاصة بهذه المواد، سواء كانت في الحالة الصلبة أو الحالة السائلة أو الغازية. ففي منهم جداول البخار، نشوفوا خواص بخار الماء وشن خواصه وكيف يتم استخراج أو قراءة هذه الخواص من هذه الجداول بناء على معطيات المسألة أو المثال في المحاضرة التالية.
أي سؤال فيما يخص محاضرة اليوم بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل أو عن طريق الاتصال المباشر لتوضيح أي سؤال أو نقطة غير واضحة. نشكر جميع الطلبة على حسن الانتباه وأتمنى لهم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.